في 2 جانفي كانت القافلة إلى المنطقة الحدودية إلى غات، واليوم نواصل هذا الجسر الجوي عمله من خلال نقل 100 طن من المساعدات، المواد المختلفة الضرورية للتخفيف على معاناة الشعب الليبي الشقيق. وهذا تعبير من طرف السيد رئيس الجمهورية، وهو مشكور، على تمسك الشعب الجزائري وقيادته بأواصل الأخوة والمحبة والتضامن والتآزر مع الشعب الشقيق الشعب الليبي.